ما تيجي قبل ما تيجي قبل ما, تيجي ما, ما نهنئ اهل جده بالعوده الى مكانه الطبيعي صحيح. لان نزوله للدرجه الاولى كان امرا صادما ولم يكن طبيعيا بالمره عوده النادي الاهلي اهل جده العريق الى مكانه هو مكسب للكره العربيه ليست الكره السعوديه فقط والنادي عمل برقيه تهنئه وليس النادي تهنئة. لا ما أو. النادي الاهلي ده شقيق شقيق صحيح آه شقيق بالمنشا شقيق بالفلسفه شقيق بالفكره بالفاوندر آه المنشئ آه كل حاجه المنشئ هو هو نادي نتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم آه يعني من نادي الموس آه ما هو الموس يعني الموس هو رجل التحديات أيوه خلي بالك اهلي جده ده عمل حاجه غريبه جدا الموسم قبل الماضي كان هو ابرز النتائج آه في الدوري السعودي آه الموسم الما مش الماضي يهبط الى درجه يعود الان <applause> وعوده تكون هي عوده دائمه باذن الله ونشوف الاهلي كما تعودنا شعار الاهلي مع اهل جده بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في الدوري الممتاز وفي المكان الطبيعي للاهلي السعودي زي ما بيان النادي الاهلي وبرقيه تهنئه الكابتن محمود الخطيب ليهم عبرت عن هذا المعنى